الصحابي قبلك راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله اذنبت؟ قال له توب الى الله. قال له ثم اذنبت؟ في مسند احمد قال له توب الى الله، او في صحيح ابن حبان قال له ثم اذنبت؟ قال له توب الى الله. قال له ثم اذنبت؟ قال له توب الى الله. قال له حتى متى يا رسول الله؟ ورا بعض ورا بعض، مفيش فايده فيا، لحد امتى افضل اتوب؟ قال له حتى يكون الشيطان هو المطحور. حتى يكون الشيطان هو المطحور، لحد ما هو اللي يطهر ويجي له احباط. مش انت اللي يجي لك احباط، هي معركه قوه نفسيه. مين اللي هيكمل للاخر؟ عشان كده ربنا قال قابل التوبة. يعني ايه قابل التوبة؟ التوبة جمع توبة. لو وقعت 1000 مرة وكل مرة رجعت لربنا وتبت 1000 مرة يقبل توبتك. عشان كده ربنا ما سماش نفسه التائب، سمى نفسه الايه؟ التواب بالمبالغة. رغم ان العلماء قالوا ان كلمة التائب تصح لغة، انما سمى نفسه التواب. التواب سبحانه وتعالى ايه؟ لو وقعت 1000 مرة ورجعت له 1000 مرة برضه هيقبل توبتك سبحانه وتعالى. عايزين نتوب يا جماعة، عايزين نتوب ونندم، عايزين نتوب ونندم. الندم توبه، توبه غير سب. عايزين نجدد التوبه كل شويه. اجدد التوبه يعني تاب ثم تاب، افتكر دي قوي. تاب ثم تاب، تاب ثم تاب. يعني ايه تاب ثم تاب؟ يعني انت عامل يا عيني زي الطير اللي اتكسر وجناحه ده، عايز كام رحمه عشان يرجع يطير تاني؟ الذنوب كسرت لك قلبك، انت عشان ترجع تقوم على رجليك تاني محتاج رحمات كتير قوي من الله سبحانه وتعالى. كان لنا واحد زميلنا دكتور، كان جراح بيعمل عمليه العيان عنده التهاب كبدي. المشرط اللي فيه دم العيان قطع له ايده، ايد زميلنا ده. فالفيروس اتنقل في خلال ايام، جاله حاجه اسمها فالمنت هيباتيتس، يعني التهاب كبدي وبائي بس التهاب مرعب. فالمنت دي يعني كلمه يعني ايه؟ حاجه اشتعلت في جسمه، مات في خلال كذا يوم. مات في خلال كذا يوم. هو يعني سبحان الله العظيم، هي دي المفروض لما تقع في الذنب انت تندم. عشان كده تندم، عشان انت فاهم العواقب. ذنب ده اشد من ان واحد عنده ايدز وانت ضربت سرنجه مكانه، لانك انت ممكن خدت ميكروب انت عارف ده ايه، انما التاني ده ما انتش عارف الذنب هيجي فين. فالواحد لازم يندم. تندم ان الشيطان قاعد دلوقتي مطلع لك لسانه وقاعد نايم في الارض بيضحك عليك. ده انت لو اتضحك عليك في شقه، ولا اتضحك عليك في حته ارض واحد نصب عليك وخدها، هتتقهر طول عمرك. الشيطان يضحك عليك في مصيرك ويوقعك في معصيه وانت ما انتش ندمان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال الندم توبه، زي الحاج عرفه كده. اهم حاجه في التوبه انك انت تندم على عمرك اللي فات. اندم على اللي ضاع بقى، اندم على الايام اللي ضاعت بقى، اندم على الفرص اللي ضاعت، اندم على كل ساعة قبل الفجر ما وقفتش تقول يا رب فيها، اندم على كل درس يشحن قلبك بالإيمان ما حضرتوش، اندم على كل فرصة انك تحفظ قرآن او تشتغل في الدعوة وانت ضيعتها، اندم على كل صاحب صالح ما تزلفتش اليه وتعرفت عليه، اندم على كل عمل خير ما اقترستوش، اندم، اندم شوية على اللي فات. عشان تقدر انك انت تستقبل اللي جاي استقبال سليم واستقبال صح. التائبين يا جماعه انواع، في واحد بيتوب وبيبقى طلقه، الاخ طلقه بقى منطلق في الدين، وفي واحد بيتوب وكل شويه يقع بس يقوم يتوب برضه تاني، وفي واحد بيتوب الا ذنب جاي له ربنا الا حته، في معصيه من اول ما تاب وهو غارز فيها ومش عارف يسيبها، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه، وفي واحد بقى بيتوب وينتكس، يعني مش بيتوب بس في ذنب واقع فيه او ذنب مقيم عليه، إيه تاب الحته، تاب المعصيه الفلانيه، لا ده يتوب قوي وبعد كده يقوم مهبوط خالص، وبعد كده يتوب وبعد كده يتبل. وفي بقى اسوأ نوع والعياذ بالله، اللي تاب ثم نام، اللي هو قام داخل قاعد يجري يجري يجري، فتح باب المسجد دخل وقام فرش البطانيه ونام، هو جوه المسجد ولكن نام. يعني المفروض تدخل بقى خلاص ركبت قطار الالتزام انطلق، لا ركب القطار بتاع التدين ثم نام. لا بينطلق في دين ولا بيحفظ قران ولا بيجتهد في دعوه ولا بيطلب علم ولا بيعمل حاجه، هو نايم جوه قاعد كده ايه بيكتر سواد الملتزمين وخلاص، انما ما بيعملش حاجه. انت مين بقى؟ انت مين في هذه الانواع؟ عايز تستمر على التوبه؟ كلمه حلوه قوي مع احد اخواني من الدعاء، كنا في جوله كده قال الشاب قال الواحد يعني كلمه حجبتني قوي، كان واحد يعني قال بص يا عم طول ما السمك ما رجعش الميه انسى، هقعد اقول لك صلي واقعد اقول لك اعمل يا عم، هو الحل انك انت الاول صحبه صالحه، ده الحل الاول.
بعد كده نتكلم في اي حاجه. سيقاتل الماء الاول، بس سيب الحته دي وروح ايه حته نظيف، سيب بركه الطين. انما طول ما السمك بره الميه والله لو شغلت له 5000 مروحه وعملت له اكروبات هو مش هيقدر يقوم. رجعه الميه وبعد كده نتكلم بقى ايه المشاكل اللي عنده اللي تبدا تتصلح. ارجع الميه، ارجع بيئه الايمان، ارجع اتصل بصحبه ملتزمه تاني، ارجع اتصل باهل التدين تاني، ارجع اتصل بالنشطاء تاني، ارجع دين ربنا.